بسم الله، ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمين يا سميع يا كريم. قال ربي ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين. مو فرعون، آل فرعون ذو الأوتاد، يعني كانوا كيف يعذبوا إنسان يعني يصلبوه، كيما تقول أنا من الكروع، من الصليب، ولا في جذع النخل. وقال مع السحر، قال ما انا مش نعلقكم في جذوع النخل، وربما زادت ما تذكرش بالمية، اما لكل حال من خلاف يقع تقطيع طرف علوي وطرف سفلي مقابل له، يعني اذا كان من اليمين الطرف السفلي من اليسار. شوف الشمال تاع الفراعنة، واحنا اليوم عندنا ما شاء الله فراعنات، الكلب السيسي الفاسد ولا الكلب الاخر بتاع الشام نفس الشيء، طريقة تعاملهم مع الاحرار والحرائر هي هي، لكن قاعدين يتفنوا وتجيهم الفنون هذه المشؤومة، تجيهم من اسيادهم في الشرق والغرب. قولوا تحب نباركولك ونلغموك بالاموال وكل شيء، عليك كان تزيد فتنة وتزيد تقهر اللي تشم عليهم إسلام حقيقي، ولا كذا كذا كيما الكلب بن علي فيما سبق، ولما مصمما يبحث على بن علي في أسراره، وسيتيقن أن الكلب ذاك لم يعاملنا نحن المسلمين، ما كناش سياسيين بالحقيقة، لكن هو أول لمواقفنا المغايرة لمواقفه وجرمه، أولا هو عمل سياسي. يا إنسان إحنا ما نجموش نبدلوا جلدتنا، إحنا مسلمين في الأعماق وفي الظهر، ماش خاطر أنت رئيس وتكيد لنا، إحنا مش كما تقول أنت مش تدخلوا معاك في صحيفة العسل، وي وي بني وي وي مناش إحنا، برا لو وجه عند جماعة أخرى أغلب التوانسة في هذا في على هذه الطبيعة الفاسدة، ولك علاش ما قامتلهمش قيامة؟ لحد الآن ما خلاوش دولة توصل إلى ما يليق بدولة، لحد الآن فضخوا ببعضهم في مجلس النواب وشوفوا العنف، يعني كرب الله غالب، ما يمنو كان بالدم ويمنو كان بالعنف ويمنو كان بالإهانات وقهر من خالفهم في الرأي وأهل المجر. أنا قلنا لكم وربي أرسل إليكم عدة آيات ما فهمت منها شيء، ولهذا ربما تجيكم كارثة جائحة من تهز الأغلبية منكم، وإلا إذا كان ربي وفق بعض من المسلمين والمسلمات أن يعطيهم ربي سلطان فتونس تصبح تونس من جديد، لأن الآن خربتموها فأصبحت غير مؤنسة، نسأل الله السلامة.